هقول لك المعالي بتغطي في ما بنشاف. اوكي
داعي الحبل معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء، أصحاب السعادة، أصحاب المعالي، مشاهدينا عبر تلفزيون سلطنة عمان، الجمهور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة جديدة من ليالي الشعر والفن، ليلة مليئة بالإحساس المتدفق بالعذوبة والجمال. فمرحبا بكم جميعا في ختام أماسي مهرجان الثقافة العماني 2023، الذي جمعنا حبا وشوقا لنواكب ما سبقته إلينا مواكب تعطشت للإبداع فأدركته. ونحن اليوم نسدل الستار على آخر أمسية في المهرجان الذي فاح منه عبق التراث والثقافة الأصيلة. فأهلا ومرحبا بكم جميعا، والجمال بحضوركم يترنم وتزهو الحروف وتتألق. أمسيتنا اليوم أمسية متميزة بشعرائها، مختلفة باختلاف شخصياتهم، متنوعة بتنوع ذائقتهم الشعرية. لذا اسمحوا لي في البداية أن أدعو الشاعر ناصر بن سليمان بن مسلم الحضرمي ليفتتح أمسيتنا هذه بقصيدة الغياب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطر خير في الخارج وإن شاء الله شعر في الداخل. قصيدة الغياب. لانفتح باب الكهولة وانقفل باب الشباب، وغادر العصفور غصن كان يسقيه الحنين، ما على الفكرة ملام ولا على الشاعر عتاب. يوم مزق صفحة الأحلام في وجه السنين، كل ما يعبر فقاق وكل ما يمخر عباب، عاد والذكرى تصب الملح بالقرح الدفين، وكل ما يكتب قصيده ينفتح للحزن باب، لين صار الحزن واشعاره ضنا يحضن ضنين. والليالي اتبدل مثل تبديل الثياب، ليلها يستر عراه وصبحها يرخص ثمين. والليالي اتبدل مثل تبديل الثياب، ليلها يستر عراه وصبحها يرخص ثمين. تستفزك ضحكة المخطين في وجه الصواب، وانت واقف حائر النظرة ومكتوف اليدين، وتستثيرك دهشة العنوان في صدر الكتاب، رغم ما به شيء مغري في حروف الكاتبين. أنت ضامي وين ما وجهت ودروبك سراب، والسجن يخنق بقدرانه طموحات السجين، ينهدم بالدرب قسر وينغرس بالصدر ناب، ويندفن بالياس حلم وتمتلي بالدمع عين. ينهدم بالدرب قسر وينغرس بالصدر ناب، ويندفن بالياس حلم وتمتلي بالدمع عين. ماتت الأرض بضماها تشتكي شح السحاب، وغابت الشمس بضياها ما وفت للصبح دين. لا تفتش عن بقايا العمر، ذاب العمر ذاب، ولا تغازل ملهمات الشعر، وين الشعر وين؟ استغل الفرصة اللي جات من قبل الغياب، لا تفرط في ضميرك، فوز بإحدى الحسنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للشاعر ناصر بن سليمان الحضرمي على هذه القصيدة الرائعة. والآن معكم ندعو وليد بن جمعة بن عبد الله العلوي ليلقي لنا نص أغنية فقد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. أغنية فقد. خياطة الحزن، ما عندك ثياب جداد؟ خياطة الحزن، ما عندك ثياب جداد؟ فصلت لي جرح أكبر من طموح جسدي، نازك ضوى الليل خايف يستبد البراد. لو في يدينك مسكتي جمر دفي يدي، شبيت ضوي عسى يربك حضور الرماد. لواهي النار يكفيني ولا موقدي، يخنقني الحلم ويراود عيوني السهاد. مداري الحزن ما ظن مدار الجدي، مكان قربك سوى معبر سبيل البعاد. صحراك مهدي وانا في رملها مولدي، رسلت لك هدهدي للحين ما ظن عاد. ليتك سبع كان عاد بحلمنا هدهدي، رسلت لك هدهدي للحين ما ظن عاد. ليتك سبع كان عاد بحلمنا هدهدي، غني عن الفقد يا نازك بصوت الحداد. لا صوت يعلو على صوت العتاب الندي، مستثقل الحبر مستكثر شعور النفاد. للحين كفي من أبيض دفتري يرتدي، ذخرت شعر السمان إن جات قفر الشداد. رتبت معظم حقائب رحلتي يا غدي، معاد أخضر غصوني يستفز الجراد. طاحت معاخر خريف أوراق حظ الردي، ما خنت مرآتي إلا خان وجه الحياد. أشوف بعضي وبعضي في عيون ولدي، ما خنت مرآتي إلا خان وجه الحياد. أشوف بعضي وبعضي في عيون ولدي، عاثت بأضغاث أحلامي حدود الفساد. لا صبح عابر ولا ليل بقى سرمدي، خياطة الحزن ما يكفي سفرنا بلاد. ضاعت جهاتي لأي الذاكرة أهتدي، ضاعت جهاتي لأي الذاكرة أهتدي. شكرا للشاعر وليد العلوي على هذه القصيدة المتميزة. والآن ندعو ياسر بن محمد أسلم البلوشي ليلقي لنا نص معراج. باسم الحب يبتدي الله معراج. مسافة ما لها حسبة، تخيلها وصورها وخبي عندك الصورة. رحل الإنسان يدور في الأمل نسيان، وهو ثوبه نسى إنه نسى مخيوط برقعة من الأحضان. حضن تربة، حضن بلدة، حضن نسمة احتوت جلده، حضن موطن نسى ولده. رحل سافر ترنح بالألم أيام، وأيامه بلا وجهه وبلا عنوان. وهو يمشي شعر إنه يبي يصرخ يبي يبكي، تذكر قد بكى في موطنه في كل سكيكة وأزمنه. منه تلفت لك سأل نفسه وظل يسأل، فهالغربة يفيد أصرخ يفيد أبكي؟ وهالدمعة إذا طاحت إلى طفها فظل غربة، وأنا أصلاً وجودي ليش يصير أصلاً؟ أنا أسأل وهو يسأل، شهد شهقة وتنفس من وراها ذكريات ويل. سواد الليل، سواد الليل، شهق شهقة وتنفس من وراها ذكريات ويل.
سواد الليل تلفت في حوالينا وصرخ ساكت، صرخ في داخله وهو داخله فارغ. تخيل عاد فراغه وصرخته ردت صداها في الجسم أعوام، ترنح من صداها حيل تعذب حيل، شعر إنه يبي يبكي وبكى، تعب يمشي وحس إنه يبي يرتاح، فتح إيده وتشبث بالهواء وطاح. تعب يمشي وحس إنه يبي يرتاح، فتح إيده وتشبث بالهواء وطاح. رجع لصلة وحضن هالأرض بطول وعرض، تعب ونزاح كذا هذا الغريب ارتاح، كذا هذا الجسد يرتاح. رحل إنسان تغرب من على أرضه وكم طاح، وياهو صاح تعذب حيل وذاق الويل، تألم انطوى لين انولد شاعر كتب أول قصيدة شعر. من المنفى من الغربة من الإنسان إلى موطن نساني في قبر غربة، أنادي لك أنادي لك وأنا صوتي وله أزمان، أنا جثة ولكن أعشقك رغبة، أموت في موتتي يا موطني أحيان. تعال بتربتك وادفن بي الرهبة، تعال بظلمتك وارحم جسد والهان، ونرضى بك قبر لو تحتوي نيبة، هنا في هالقبر مدفون. أنادي لك بلا أحرف وأنادي لك وأنا أعرف بأن صوتي ما هو بمسموع، ولكني ترى موجود، ولكني ترى موجود هنا في هالقبر مدفون. أنادي لك بلا أحرف وأنادي لك وأنا أعرف بأن صوتي ما هو بمسموع، ولكني ترى موجود. أنا صورة حكايتها وملامحها فقر وأحلام مدفونة، أنا صورة وتلقاني وسط كل بيت مركونة، أنا صورة ولو إنك تخبيني عن الأنظار أنا بهرب من البرواز. مدام الأرض تنجب للوطن مولود، أنا موجود أنا موجود أنا موجود. شكرا للشاعر ياسر بن محمد أسلم البلوشي على هذا الإحساس العذب والحروف الجميلة. راعي الحفل حضورنا الكريم، ما زلنا معكم في هذه الليلة الجميلة وننتقل بين القصائد. ننتقل معكم الآن لقصائد الشعر الفصيح التي يفوح منها شذى الياسمين. نبدأها مع الشاعر محمد بن عيسى المعشري ليلقي لنا نص تذكرة لمسرحية فائتة، فليتفضل مشكورة. السلام عليكم. خانني الشعر، خانني الشعر فاتكأت عليه، كم من الشعر كنت أجري إليه، أنبش النص مثل طفل يتيم ينبش القبر كي يرى أبويه، معرضا مقبلا محبا حقودا يحضن النهر حائرا ضفتيه، والشعور الذي يفسر قلبي لم أزل ضائعاً على شفتيه. تذكرة لمسرحية فائتة. اللغة تمكنك من العوم، الشعر يمكنك من الغرق. أمضي خطايا الآن أن أتعثر، أن أشرب الموال كي أتصحر،
أمضي بوجه لا يفسر، إنما أبديه كي أنسل منه وأعبر لغة كأن حمامة جرحت بحزن القمح فاختارت بأن تتضور، وهوى كأن فتى فتاة يهربان من الجحيم إلى الجحيم مبكرا متأخرا عني بنصف تلفت، والشعر أن أبقى هنا متأخرا. من أنت؟ من أنت؟ تشبهني الإجابات العقيمة، فاتبع المعنى المضل لتبصرا. ومن القصيدة؟ بنت كل مصائبي وعلامة تطعمها الأسى كي تكبرا، مذ كانت الأيام تحملني فتى مستنكرا فحملتها مستنكرا، عودت أحلامي على الموت الرديء فكم غفى حلم ليصبح مهدرا، لي في الغريب المستفز يد لي في الغريب المستفز يد تسمي الملح في كل المواجع سكرا، عار من الأسماء ألبس كذبة التأويل ما يكفي لأن أتسترا، متكثف عرق الحقيقة في فمي لكن إذا فكرت فيه تبخرا. أخفي بصدري جمرتين من السكوت ولهفة تنوي الصراخ ومجمرا، وقيامتين غواية غجرية الأحلام تصرخ في دمي حتى أرى، وغواية مبتورة الأطراف ما زالت تربي المستحيل الأخضر، متكثف عرق الحقيقة في فمي لكن إذا فكرت فيه تبخرا، ومخيب صوتي كأن على شفا حضن من الصمت البعيد تكسرا، أنساب في اللغة الشريدة كلما تبتز من حذري سؤالا أصفرا، وأعيد درويش المجاز ليلتقي في حضرتي بالمولوي الشنفرا، ظمئا إلى ليلى البعيدة كلما قلمت قيس الشوق زاد تجذرا، لحنت فوضاي تكأت على الفراغ ولم أزل بمدى الجنون مؤطرا، من يوم جئت كفرت بالشعراء كنت البحر والفلك التي والمبحرا، وخدشت إيقاع الحياة فلم أكن إلا لأجرح ما أراه مكررا، هل أقرع الكأس الممل وفي دمي عنب التوجس يشتهي أن يعصرا، ما غبت من أجل الغياب وإنما قد غبت كي يبقى الطريق محررا، ما غبت من أجل الغياب وإنما قد غبت كي يبقى الطريق محررا، أجري وكم ستسير يكفي أن أسير إلي كي ألقاك أو أتبعثرا. شكرا جزيلا. شكرا للشاعر محمد بن عيسى المعشري، وبإذن الله لن تغيب عن هذا الإبداع. راعي الحفل في هذه الليلة البهيجة والأجواء الجميلة، ننتقل معكم لنص من ذاكرة السفر الأخير للشاعر منتظر بن شرف بن علي الموسوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعود حين يعود الغيم بالمطر، وحين تغفو عصافير على وتري، أعود تحملني الذكرى على كتف من الخيال الذي يحلو به سهري. أنا وشعري نقيض رحلة بدأت بعد الرحيل إلى مستودع السفر، أقسى من الألم المدفون في رئتي أن يرجع الغيم لكن ميت المطر. هذا شيء من إلهام المطر، قصيدة المشاركة بعنوان من ذاكرة السفر الأخير. لأنني لم أكن أدري ولم أكن، آمنت بالطين مهدا والمدى كفني. الليل نبع قديم للرؤى، وأنا من باع رؤياه مهموما بلا ثمن. سافرت ليس معي إلا أنا، وأنا في رحلة كلما أشرقت تطفئني ظلا فظلا، أمد النجم في طرقي حتى رأيت شراعي ضاق من سفني، ورثت من رحلتي للضوء خيبتها، ورغم ذلك وجهي ليس يعرفني. أمسكت غيمة هذه الروح فانتفضت، وربما أمطرت سيلا من المحن. وكلما سير الماضون قافلة توقفوا بين صوت الريح والشجن. أليس في فلك هذا الكون نافذة؟ أليس في فلك هذا الكون نافذة؟ أنا الذي كل شيء ليس يعصمني، أنا الذي قلت للمنسي في قدري بأنني وطن يمتد في الوطن، وأنني عشبة زرقاء ملهمة، وأن في وحدتي لا شيء يلهمني، وأنني الشاعر المجهول في زمن لا شيء يعرفني فيه سوى زمني، وأنني عندما الطوفان فاجأنا خرجت كي أقنع الأموات في المدن، وأنني الشاعر المجهول في زمن لا شيء يعرفني فيه سوى زمني، وأنني عندما الطوفان فاجأنا خرجت كي أقنع الأموات في المدن، وأنني لم أكن في الفلك ساعتها لأنني لم أكن أدري فلم أكن. شكرا لكم. شكرا للشاعر منتظر الموسوي على هذه القصيدة الرائعة. والآن ننتقل معكم لنص لغة الماء للشاعر ناصر بن سعيد بن ناصر الحراسي. مرهق يعزف البياتي قروبا يحبس الطين خلف ماء المحيا، يشبه الضاد لا يكون شبيها ليس إلا مفردا، عربيا يكتب الحزن لا هوى فيلسوف علم الوزن، صاغ
بيتا شقيا من هدوء الهواء ينسل لحنا لم يجد في النخيل من قال هيا يسلك الدرب عكس ما تقتضيه لافتات القيود حرا شقيا صامت حين ثار بالكلمات يرقب الشعر كي يعود نبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نص المشاركة بعنوان لغة الماء: لا تثقلي في فكرة الأسماء، لا تثقلي في فكرة الأسماء، هذا المحيط غدا يعود سماء. كم ينتمي لله لماذا وجهه المجهول يعرف ما يريد فشاء. كانت سفينته الخيال فلم يشأ قتل النخيل ليعبر الدأماء. حشد هو الوقت الشفيف فلوني لغة السؤال وبدديه هباء. ومهرولا بين المرايا كالغريب وهاربا من ما يراه فجاء. يا حلمي القزحي، يا حلمي القزحي، هلا تعبري مني إلى الدمع الخفي ضياء. سميتك الصفراء والوقت الشعور يمد للغرض الشقي شتاء. ولصمتنا طفل بأول لهجة هدرا يشكل للهجاء الماء. يا أنت، يا أنت والشعر الجريح تقمصت آهاته للمتعبين فناء. جرم الفلات بأن رآك غمامة، ذنب المجازي بأن يراك بكاء. قروية، قروية تجني الرياح بطبعها تأتيك تحمل في السلال هواء. بعض امتداد الفن كان سكوتها وجه يذوب على العيون غناء. يتدثر القلق العري بغدفة لو ضاق كون لاتسعت حراء. أبكي وأضحك هكذا فالحب يأتي بالتجانس حفلة وعزاء. للتيه، للتيه، للتيه عشب لا هوى في القاحل الحسي يهمو يستفز ضباء. أنسا نسى ذكر المآسي فعله لو شق اسما كان صار نساء. ومخضبا حد الزجاج بنورها ومفيئا من كفها الحناء. وسكوتها صلب وإن هي شققت حزنا يبجس صخره الخنساء. مثل الرماديين حين تنبأوا لغة الفراش يؤولوك طلاء. فوق انتماء الطين كان حنينه نحو البلاد يجاوز الأشياء. وتخر من سقف انتشائك صحوتين فشاعرا أو تلعن الشعراء. سلامة. شكرا للشاعر ناصر الحراسي على هذا الإلقاء المتميز. راعي الحفل، الحضور الكريم، مشاهدينا عبر تلفزيون سلطنة عمان، في يوم الأربعاء بتاريخ 22 نوفمبر 2017 رحل عن عالمنا سفير الأغنية العمانية الفنان العماني سالم بن علي سعيد رحمه الله، بعد رحلة طويلة حافلة بالعطاء تجلت في تقديمه
مختلف ألوان الأغنية العمانية، خاصة الوطنية والتراثية منها، منذ بواكير عهد النهضة المباركة في سبعينيات القرن الفائت، إذ يمثل الفنان سالم بن علي سعيد رحمه الله إحدى الركائز الأساسية للأغنية العمانية المعاصرة. كان أحد أهم الرموز الذي ساهم في نشر الأغنية العمانية في سماء الغناء العربي الأصيل منذ بداية ظهوره، حيث كانت انطلاقته الحقيقية حين تغنى بأرض الوطن في أغنيته الشهيرة يا أمة الخير، لتتوالى بعدها عطاءاته وإبداعاته الفنية من خلال مجموعة من الأغاني العاطفية والتراثية، إضافة للأغاني الوطنية التي يأبى أن تمر مناسبة وطنية إلا ويصدح سالم بن علي بصوته الشجي، وتكريما لعطاءاته الفنية في مجال الغناء، الشخصية الموسيقية لعام 2023 في سلطنة عمان، يسر مهرجان الثقافة العمانية أن يحتفي بسفير الأغنية العمانية من خلال تقديم هذا الميدلي. Love me.
زادت علي الظنون يا ناس يا أهل الهوى أهوى جمال العيون ومن يوم خلي رحل زادت علي الظنون أنا بعاتبك يا زين مرة وبشرح لك ظروفي وانت أدرى أحبك حب فاق الوصف ذكرى وعهدي فيك وعدك دوم توفي سلامي يا رسولي لا حبيبي وقول للوالدين لا عدل تنسي كلما تخطر ما مع عيني يرى بحب شيء جديد لكن ما شفته لذا أرجو المزيد كلما تخطر ما مع عيني يرى بحب شيء جديد لا يكفي ما شفته لذا أرجو المزيد في عيونه سر دعا إلى الهنا والحب معه في عيونه سر دعا إلى الهنا والحب معه سر الحنان سحر الزمان فيما يريد عش سعيد لي مطلب إذا تسمع منك يا قصيد الباب صافي ودادك عذب مزيون يا دان يا ليل بكثر أشجاني غني بالصوت والدان غني ما فادني صوتي والنوم ما قد عرف بيتي يا عين ليه ما تسليتي الناس ناموا وسهرانا يا ليل بكثر غنيت ما فادني صوتي والنوم ما قد عرف بيتي يا عين لما تسليتي الناس ناموا وسهرانا يا ليل من كثر أشقاني غنيت بالصوت والدانة وعلى الله عودة الماضي مهما كانت العودة قضي الوقت بالفعل
شكرا للفنانين على هذه الرائعة الموسيقية، ورحمة الله على الفنان سالم بن علي سعيد سفير الأغنية العمانية. راعي الحفل الحضور الكريم، قيل قديما لا أحد يحتكر النجاح لنفسه، النجاح ملك لمن يدفع الثمن. وهناك أيضا مقولة أخرى اعتدنا على سماعها، كل من سار على الدرب وصل، فإن وصلتم فهذه جدارتكم ويأتي تكريمكم تتويجا لهذه المثابرة، فلكم همسات من الشكر والتقدير على حسن الصنيع. الآن في هذه اللحظات الجميلة يسرني دعوة راعي الحفل الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء بمعية السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي لتكريم من أسهموا في نجاح هذا المهرجان. شكرا لمعالي الشيخ على وجوده معنا اليوم، ونبدأ معكم التكريم. أولا الشاعر حمود بن علي بن سيف العيسري. الشاعر أحمد بخيت من جمهورية مصر العربية. الشاعر علي صالح الفاعوري من المملكة الأردنية الهاشمية. الدكتورة نبيلة جاسم زباري من مملكة البحرين. الشيخ هلال بن سالم بن حمود السيابي. الدكتور عيسى بن محمد بن عبد الله السليماني. الدكتورة حصة بنت عبد الله بن سعيد البادية.
الشاعر حسن بن علي بن سعيد الرواس. الدكتور علي بن سالم بن سيف الحارثي. لجنة التحكيم، لجنة الفرز الفنون، الشيخ محمد بن حمد بن علي المسروري. الشاعر خديم بن سعيد بن محمد الريسي. مقدمي أوراق العمل، الأستاذ الدكتور فليح مضحي السامرائي. الشاعر طاهر بن خميس بن سعيد العميري. الآن الشعراء المشاركين في الشعر الفصيح، حمود بن سالم بن خلفان السعدي، علاء الدين بن محمد بن سعود الدغيشي، عمر بن عبد العزيز بن سالم البوسعيدي، ماجد بن حمدان بن علي الندابي، محمد بن سيف بن حماد العبري، محمد بن عيسى بن سالم المعشري، منتظر بن شرف بن علي الموسوي، ناصر بن سعيد بن ناصر الحراسي،
الشعراء المشاركين في الشعر الشعبي: أحمد بن خليفة بن سالم الغافري، أحمد بن محمد بن عبد الله المقبالي، حمود بن عبد الله بن حمد المخيني، عبد الله بن حمدان بن علي الكعبي، ناصر بن سليمان بن مسلم الحضرمي، وليد بن جمعة بن عبد الله العلوي، ياسر بن محمد أسلم البلوشي، الفرق المشاركة: فرق الفنون الشعبية، فرقة أبناء المزاريع للفنون الشعبية، فرقة أمجاد الشرق للفنون الشعبية، فرقة الطيبة للفنون الشعبية، فرقة المزاريع للفنون الشعبية، فرقة الصيرة للفنون الشعبية، فرقة المسرة للفنون الشعبية، فرقة بشائر الخير للفنون الشعبية، فرقة قصبية آل بريك للفنون الشعبية، فرقة مجان للفنون الشعبية، الإعلامي محمد بن حمد المخيني، الإعلامية زبيدة بنت علي البلوشي،
الآن يسرني دعوة الفنانين المشاركين في ميدلي سفير الأغنية العمانية للتكريم ولأخذ أيضا صورة تذكارية مع راعي الحفل، وهم فاروق بن عبد الله بن مبارك الكمالي، سالم بن محمد بن راشد الفارسي، نورة بن خميس بن مبارك النظيرية، زمزم بنت مصبح بن زايد البلوشية، مؤيد بن سالم بن سعيد بيت حبراس، أمير بن سالم بن علي غواس، حمد بن عيسى بن حمد البطاشي، وزيانة بن سيف بن خميس ولد حسن. للفنانين ونتمنى لهم مزيدا من التألق. يسرني الآن تقديم يسر الآن وكيل الوزارة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي لتقديم هدية تذكارية لمعالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء. وهذه الهدية عبارة عن لوحة من الفنون التشكيلية لأبواب مطرح للفنان عبد المجيد كارو. أهوى جمال العيون من يوم خلي رحل، زادت علي الظنون يا ناس يا أهل الهوى. ختاما نشكر راعي حفلنا هذا، نشكر ضيوفنا الكرام من داخل السلطنة وخارجها، نشكر الفرق المشاركة التي أمتعتنا خلال رحلة المهرجان بفنونها الشعبية الأصيلة، نشكر جميع الشعراء على قصائدهم الجميلة، نشكر الفنانين ومحبي الفن والشعر الذين كانوا جزءاً من هذا الحدث الرائع، نشكركم جميع الحاضرين ونأمل بإذن الله أن يكون اللقاء بكم في لاحق الأيام في مناسبات قادمة. أترككم في أمان الله ورعايته. كلما تخطر ما عيني أرى بحب شيء جديد.